انطلقت فعاليات اليوم الأول مبادرة يوم المهنة الرياضي لنظمها معهد إعداد القادة، هي الجهة المنظمة لهذا اليوم. يوم المهنة الرياضي هذه فعالية ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. في يوم المهنة الرياضي تحت رعاية سمو وزير الرياضة افتتح نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي وبتنظيم من معهد إعداد القادة. يوم المهنة الرياضي يقام للمرة الأولى في المملكة، سجل فيه تقريبا 8000 مهتم بوظيفة في القطاع الرياضي وعارضين تقريبا 1300 وظيفة في القطاع الرياضي. ما في شك أن هذه فرصة كبيرة لجميع القطاعات الرياضية وأيضا للمهتمين في القطاع الرياضي للمشاركة لإيجاد طاقات شبابية جديدة للمشاركة في سوق العمل الرياضي إن شاء الله. أكثر من 1300 وظيفة، فرص واعدة للشباب والشابات في صناعة واعدة اليوم المملكة، يعني تنجز إنجازات رائعة في مجال الرياضة من خلال الفعاليات الدولية واستضافتها، ونتطلع أنه إن شاء الله يخلق أثر اقتصادي واضح إن شاء الله. أول شيء أشكر سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ثلاثة أيام كانت الحمد لله الجهات المشاركة لها كل الشكر، كان في رغبة كبيرة من الجهات أنها تستقطب الكوادر الرياضية الموجودة في القطاع الرياضي. اليوم معهد إعداد القادة على اسمه يعد قادة رياضيين في مجالات الفنية، مجالات إدارية ومجالات التحكيم.